اسال حضرتك سؤال فضل. ربنا سبحانه وتعالى يعني خيرنا ان احنا نتبرع لبناء بيوت الله ليه ما ده ده ما بقاش فرض في القران او في السنه الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز قال وانفقوا فهو فرض في الاسلام م. الحمد لله رب العالمين وصلاة وسلاما على اشرف المرسلين ورحمة الله العالمين سيد ولد ادم على الله ولا فخر. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. اللهم اني اتبرا اليك من كل حول وطول وقوة الى حولك وطولك وقوتك. واسالك يا ربنا التوفيق والسداد والرشاد فانت ولي ذلك والقادر عليه. الامر ليس خيارا. الامر هو فرض من الله تبارك وتعالى خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم هو يمكن الفرق ان في انسان ايجابي وانسان سلبي انسان ينفذ ما امر الله تبارك وتعالى وانسان يتغاضى عن هذا الامر الانسان الايجابي يعمر ما يخربش يبني ما يهدمش الانسان الايجابي الذي قال عنه الله تبارك وتعالى والذين يمسكون بالكتاب واقاموا الصلاه انا لا نضيع اجر المصلحين. سماه الله تبارك وتعالى مصلح لانه يبني في هذا المجتمع وبندعو الناس كلها في هذا البرنامج ان هم يكونوا ايجابيين ايه هي الايجابيه؟ ايوه إنك تشعري بالمسؤولية تجاه هذا الوطن. وتجاه هذا الدين. وتجاه هذا المجتمع الذي نعيش فيه. نبقى كلنا إيد واحدة. كلنا مترابطين. وصدقيني لو حصل ده والله لا نجد فقيرا ولا نجد سائلا ولا نجد محتاجا في هذا الوطن. ده هي فرق ما بين إنسان إيجابي يسمع كلام الله تبارك وتعالى وكلام رسوله ويعمل ثم ينفذه ويعمل به واحد وواحد بيسمع ومش في دماغه رسول الله صلى الله عليه أوه. وسلم قال عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير وقال صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز ولا تكن لو أني فعلت كذا لكان كذا أو كذا ولكن كل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تدخل عمل الشيطان الشاهد المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف المؤمن الإيجابي الصادق مع الله تبارك وتعالى ورسوله خير من الضعيف المقتنز الراجل اللي عايز يكنز ماله وعايز يبقى فيه شح في نفسه هو ده الانسان السلبي لكن لو كل واحد نفذ ما امر الله تبارك وتعالى به والله والله ما هتلاقي فقير ولا محتاج ولا حد عايز تبرعات ولا اي حاجه لان كل واحد عارف الدور اللي هو ربنا سبحانه وتعالى خلقه من اجله. ممكن اضرب لحضرتك امثله كثيره عن الايجابيه. امثله عن ابن ادم وامثله عن الحشرات وامثله عن الطيور لو خدنا مثلا ذو القرنين هذا الملك العظيم الذي طاف الارض شمالا وجنوبا وشرقا وغربا وصل عند